ينضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، نتابع معك تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي واللقاءات التي عقدها والتصريحات التي صدرت. نعم داليا، ربما العنوان الأساسي لهذه الزيارة كان ليست إلا بداية الطريق. هذه هي العناوين الأساسية التي طرحها أو أراد إيصالها لو دريون عبر هذه الزيارة، للقول بأن الضغوطات العقوبات بدأت وهناك مسار طويل لهذه العقوبات، تشديد العقوبات على المسؤولين السياسيين اللبنانيين المعرقلين والمتهمين بقضايا فساد، إضافة إلى التزام الصمت التام. السفارة الفرنسية تكتمت كثيرا حول جدول لقاءات لو دريون قبل مغادرته صباح هذا اليوم. علمنا بأن السفارة الفرنسية أبلغتنا بأنه غادر قبل ساعتين إلى فرنسا من دون إجراء أي مؤتمر صحفي لهذه الزيارة، لكنه التقى عدد صغير جدا ومحدود من الصحفيين في الصحافة المكتوبة وسرب وتحدث بهذه المعلومات أو بهذه التصريحات حول اتهام المسؤولين السياسيين بالعرقلة، حتى أنه قال بأن لقائه مع رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف كان من منطلق بروتوكولي وليس من منطق المحاباة أو من منطق دعم هذه الزعمات أو هذه القيادات. لو دريون مثلا أعطى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نصف ساعة من لقاءاته، بينما أعطى المجتمع المدني وبعض الممثلين ممثلي المعارضة أكثر من ساعتين ونصف، حتى أنه زار عدد كبير من المؤسسات التربوية الثقافية وزار المرفأ وقدم بعض المساعدات. هذه هي الرسالة، رسالة تضامن مع اللبنانيين في مقابل تجاهل للسياسيين وإيصال رسالة العقوبات، تشديد الإجراءات ورسالة حزم فرنسية. ولكن في بيروت وبحسب المعطيات لا شيء سيتغير، المعطيات سلبية ضبابية سوداوية، الخلافات مستمرة وقائمة بين القوى السياسية والتعطيل مستمر فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية. ربما هناك انتظار لتطورات إقليمية أو خارجية قد تحرك الملف اللبناني، ولكن الملف الحكومة في عمق هذه الأزمة في البلاد. شكرا لك من بيروت مراسلنا سلمان العنداري.